السلام عليكم. أمير عبد اللهيان، في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على قطاع غزة، فإن فتح جبهات أخرى احتمال قائم. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الخميس إلى العاصمة اللبنانية بيروت ضمن جولة يجريها في عدد من الدول العربية، وكان في استقبال الوزير الإيراني وفد من نواب من حزب الله وحركة أمل في البرلمان اللبناني، بالإضافة إلى ممثلي حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت: عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف عبد اللهيان: إن قطع الماء والكهرباء واستهداف المدنيين من أهل غزة هي جريمة حرب يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني، مشددا على أن الكيان الصهيوني وداعموه سيكونون مسؤولين عن نتائج استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. وفي تصريحات لقناة الميدان، أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران مستمرة وبقوة في دعمها السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية، وأوضح قائلا: مباحثاتنا مع السعودية في إطار استراتيجيتنا لدعم الفلسطينيين. وأردف أمير عبد اللهيان للميدان: في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة، فإن فتح جبهات أخرى هو احتمال قائم وجدري. هذا وأقر الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس رسميا بمقتل عدد من جنوده جراء صاروخ كورنت أطلقه حزب الله اللبناني أمس الأربعاء، وفي حين حذرت الولايات المتحدة وحلفائها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكراً.